العراق الشقيق، واستضيف بطولة خليجية 25 كسرت كل الأرقام في حضور الجماهيري. البطولة الناجحة اللي ردت الروح أكثر في بطولات الخليج. وإحنا لما ندخل في تفاصيل المؤتمر العام راح أقول لكم ليش أقول لكم ردت الروح في بطولات الخليج. البطولة القادمة إن شاء الله راح تكون في الكويت في ديسمبر 24 إن شاء الله. بطولة نجحت من أول يوم، والسبب الرئيسي الحضور الجماهيري. وأنا في بداية الشكر شكرت الجماهير، أول عنصر شكر، لأنه كان السبب الرئيسي في نجاح البطولة. وأنا أكدت هذا الكلام في المؤتمر العام في الاجتماع مع الأخوان، أن يمكن أول مرة إحنا نحضر بطولة يكون المنتخب المستضيف يلعب وفي نفس الوقت في مباراة أخرى يكون الملعب أيضا ممتلئ. فنؤكد أن الجمهور هو السبب الرئيسي لنجاح البطولة. أما ما ذكرت من شكر، أنا لا أستحق هذا الشكر، لأن الشكر لجميع رؤساء الاتحادات الخليجية اللي كانوا هم فعلا داعمين لإقامة البطولة في البصرة. فالشكر لكم أنتم وإخواننا في العراق اللي مثل ما قلت لك أعدت الروح للبطولة، أعدت الروح بحضور هذه الجماهير للبطولة. هذا أكد لنا أن البطولة لحد الآن قيمتها موجودة. والدليل في الاجتماع، لأن إحنا اليوم اجتماع المؤتمر العام اللي كنا فيه ينص على تحديد البلد المستضيف، ولكن تم نقاش بعض الأمور كثيرة كلها باتجاه التمسك بهذه البطولة، تطوير البطولة، تثبيت الرزنامة. فهذا كله نتيجة مخرجات نجاح بطولة البصرة خليجي 25. والسبب الرئيسي في نجاح البطولة بعد الله سبحانه وتعالى اللي هو الجمهور العراقي بداية. احنا لازم نشارك بفرقنا، ولكن يجب على الاتحاد الخليجي اللي هو مكون من الاتحادات الخليجية تهيئة الجو المناسب لهذه المشاركة. باختصار شديد، انا كرئيس اتحاد قطري اعلنت اني راح اشارك ما قلت الفريق الثاني او الرديف او غيره، لكن مش الفريق الاساسي نظرا لمشاركة قطر في كأس العالم 2022. وهذا القرار أعلناه في قرعة كأس العرب، يعني تكلم من سنتين ولا شيء تقريبا، لما الأخوان في الاتحاد الخليجي أو أعضاء الجمعية العمومية ارتأوا تأجيل البطولة من يناير 22 إلى يناير 23. فقلت لهم أنا كمشارك في كأس العالم ما أقدر أشارك في بطولتين، حيث أن الدوري القطري وقف من 15/9 لأن الفيفا سحب كل الملاعب، وفصرنا تقريبا 4 شهور بدون دوري أو 3 شهور الدوري واقف. فقلنا صعب أن احنا نكمل نشارك بالفريق الأساسي. فبالتالي هذا العذر اللي كان عندنا احنا كاتحاد قطري. السؤال أو الجواب الأهم لسؤالك أن احنا كاتحاد خليجي نوعدكم أن احنا راح نهيئ كل الظروف بحيث أن احنا لا نترك الحجة لأي اتحاد أن يشارك بالفريق الثانية أو الأولمبية أو غيره. ممتاز. أو نحولها بطولة أولمبية إذا ما عندهم. قلت لهم والله الكلام، إذا ما عندكم أنتم الجدية أن احنا نشارك منتخب أول نحولها بطولة أولمبية.